نجم الحقيقة، فنان ومحترف، مهاجم بارع، صاحب أهداف عديدة، نجم في الملعب ونجم خارج الملعب، محمد السهلاوي. اللاعب بمهاجمين سيسهل فرصة الأخضر في الحصول على 3 نقاط. ياسر الشهراني، عرضية أخرى، راس السهلاوي، السهلاوي راس من ذهب يا ولد، الله يا ولد، الهدف الثاني للمنتخب السعودي، ضربة راسية رائعة من جانب السهلاوي، وبعد ذلك هدفا ثانيا. شهراني، عرضية جميلة بالراس، روعة 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 روعة، الكرة العرضية، الرأس الجميلة من جانب السهلاوي بطريقة في منتهى الروعة من جانب محمد السهلاوي، لوهلة للحظة، وإن كانت فقط للحظة تشعر